صحيفة ماركا بعد فوزه طبعا بالحذاء الذهبي ميسي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، قال إنه يعني ميسي مستغرب من طلب كريستيانو رونالدو ليه إنه يسيب برشلونة عشان يبحث عن تحدي جديد زي ما رونالدو عمل وراح اليوفي بعد ريال مدريد. يعني رونالدو عايز يلبسه كده ويسيب برشلونة عشان يرتاحوا منه. ميسي قال له إيه بقى؟ قال له التحدي هو إنك تسعد الجمهور، ومش مفهوم لأي سبب إن أنا أسيب أفضل نادي في العالم اللي هو برشلونة عشان أروح أتحدى نفسي في نادي تاني. يعني رد برضو يعني مكير، قصير مكير. وميسي كمان اتكلم لأول مرة عن اعتزاله، قال إنه أول ما يحس إن جسمه مش قادر يعمل اللي هو عايزه هيعتزل. اللي قال الكلام دوت كان زيدان، زين الدين زيدان هو اللي قال نفس الكلام اللي قاله ميسي في 2006.